هينضم إلينا من البحيرة مراسلنا أحمد الحسيني، ومن الإسكندرية مراسلنا محمد الخطيب. بداية برحب بيكم، وما الجديد لديكم؟ هي لك أدى، بالفعل أنا في محافظة البحيرة وتحديدا أنا في دمنهور. يتبقى نحو 3 ساعات على غلق اللجان هنا في دمنهور في فعاليات اليوم الثاني من انتخابات رئاسة الجمهورية 2024. وأشير إلى أنه بعد فترة الراحة التي استمرت من 3 وحتى 4 ازداد عدد الناخبين. رصدنا فئات متنوعة من كبار السن ومن أسر تأتي بأكملها أيضا، ومن أباء وأمهات يصطحبوا أطفالهم لدخول ومشاهدة الأباء والأمهات وهم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، نوع من أنواع التحفيز والتشجيع للأطفال إن هم يعلموهم ويغرسوا فيهم منذ الصغر المشاركة الإيجابية في أي استحقاقات انتخابية. وبالتالي نحن نتحدث عن إقبال ملحوظ هنا في مدينة دمنهور. اللجنة اللي أنا موجود فيها هي اللجنة العامة رقم 35، تحديدا هي في مدرسة معاذ ابن جبل الثانوية للبنات. اللجنة هنا بيحق تصويت لحوالي 8000 مواطن، ولكن إجمالي عدد من يحق لهم التصويت أو الكتلة التصويتية في محافظة البحيرة بتتجاوز 4,200,000 ناخب، وبالتالي احنا بنتكلم عن كتلة تصويتية كبيرة ما بين محافظات الجمهورية. طبعا هنا في دمنهور مقسمة على 855 لجنة فرعية. رصدنا كمان مساعدات كبار السن وذوي الهمم بإما بعربات أو كراسي متحركة ليدخلوا إلى اللجان والإدلاء بأصواتهم، أو بمساعدة كبار السن ومرافقتهم حتى وصولهم إلى اللجنة والإدلاء بأصواتهم طبعا. وأكيد عايزين نوجه الشكر كمان ولا نغفل دور الشرطة النسائية التي أيضا تقوم بدور كبير في هذه العملية الانتخابية من تذليل كافة العقبات. أشير أيضا أن غرفة عمليات أو محافظة البحيرة شكلت غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية. تواصلنا مع غرفة عمليات المركزية هنا في محافظة البحيرة، لم يتم رصد أي عوائق أو مشكلات واجهت العملية الانتخابية سواء أمس في اليوم الأول أو حتى هذه اللحظة في فعاليات اليوم الثاني. يتبقى نحو 3 ساعات فقط على انتهاء اللجان في تمام 9 مساء هنا في دمنهور.